وطننا وين مريد نتمرجح بالتحرير، كلنا نجمع وانت وحدك اللي تطرح، وبعدنا نسمع بإصلاحك ولك عين تتبجح، كل كرسي ما يدوم يا هنيال اليوم من أفلح، لك كل كرسي وراكم موت يا هنيال من أفلح، من كان يعبد المنصب فإن المنصب قد مات، ومن كان يعبد الوطن في باب الهوية والانتماء فإن الوطن حي لا يموت، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ولتكن مباهلتنا إياكم في التحرير وعلى رؤوس الأشهاد خصيمكم الدم، للراحلين من أحبتنا من أبطال الكرامة ها قد أخذتم من أرواحنا ما أخذتم، بيض الله وجوهكم يوم تسود وجوه، هنيئا لكم ولأمهاتكم وربط الله على القلوب، بفضلكم أنتم والمرابطين في التحرير والسنك والأحرار والشهداء وفي الجنوب وعند الفرات وبالقرب من دجلة، وأنتم المعروفون بلا تعريف يا أبطال ثورة تشرين، ما سبحت أنفسنا سوى العراق في باب الهوية والانتماء، وغادرنا خلافاتنا بل وحتى الاختلاف، بارككم الله يا هنيال نبيكم، أنتم فخرنا ولتطمئنوا، ها نحن في ساعة لا تنتهي من توقيت التظاهرة العراقية في دقيقة ممتدة في لحظة لا نهائية في الساحة التي لا تموت بقلب كل عراقي، بصوت أكثر من 300 شهيد، بنحيب أكثر من 300 أم، بصوت آلاف الأصدقاء بدموع عيونهم بقنان البيبسي التي يحملون، بصوت ملايين الذين نزلوا ليأخذوا حقوقهم بالأحلام التي تسربت من دماء مصابيهم، بوطن، بصوت الوطن، بروح الوطن، بمعنى الوطن، بسلمية الوطن.